ازيكم؟ لما عملت تحدي الاسبوع ان احنا ناكل بالشوكة والسكينة كل يوم لمدة اسبوع، متابعة من متابعات القناة بعتت لي على الفيسبوك وقالت لي احنا من قرية صغيرة واكلنا هو الاكل المصري البلدي، فما ينفعش يتاكل بالشوكة والسكينة. أنا كمان بعمل أكلنا الأكل المصري، وتعلمت على مدار السنين إن أنا أكل أي حاجة وكل حاجة بالشوكة والسكينة. اللي أنا بعمله مش 100%، مش 100% صح، ولكن هو الحد الأدنى المقبول لما نبقى في تجمع إزاي ممكن ناكل الأكل العادي بتاعنا. والنهاردة أنا عاملة بامية باللحمة ورز، رز بالشعرية، يعني أكل عادي جدا. فالنهاردة هاكل معاكم وأشرح لكم إزاي ناكل بشوكة والسكينة. قبل ما ابتدي في الخطوات وآكل قدامكم، لازم أقول كلمة مهمة جدا جدا. أنا هنا مثلا غرفت لنفسي البامية بتاعتي في طبق منفصل. أنا هنا غرفت البامية بتاعتي في طبق منفصل، وكل حد على السفرة عنده السلطانية الصغيرة بتاعته اللي فيها البامية، عشان في ناس بتحب تحط عليها ليمون، في ناس ما بتحبش تحط عليها ليمون، لكن مش هو ده اللي أنا بتكلم عنه. اللي أنا عايزة أقوله إن لما يبقى حاجة في طبق منفصل بتاعك أنت لوحدك، يعني طبق خضار، ملوخية، شوربة، تقدر تعمل أي حاجة أنت عايزها في هذا الطبق. لكن لو في طبق مشترك بيننا وبين الاخرين، ما ينفعش اخد معلقتي واحطها في الطبق ده. ليه؟ لان المعلقه دي انا حطيتها في بقي، ولو حطيتها في الطبق المشترك بين الكل، لو انا عندي انفلونزا، لو عندي مشكله في اسناني، لو عندي اي حاجه، هحط الجراثيم والميكروبات دي جوه الاكل وهضر اللي حواليا كلهم. نعمل ايه؟ في الاطباق المشتركه دي يكون في معلقه او مغرفه للطبق ده بس، وكل واحد يغرف قدامه اللي يكفيه، وترجع المعلقة النظيفة جوه الطبق تاني، واكل بقى بعد كده بمعلقتي او بشوكتي. خلاص، يعني ما مش هنشر جراثيمي للاخرين. طيب نبتدي دلوقتي بالسيتاب. انا ما عملتش اي سيتاب، يعني ترتيب للسفرة اكتر من اللي انا بعمله يوميا. هو ده اللي انا بعمله يوميا، حتى طقم الصيني هو اللي احنا بناكل فيه يوميا. عندي طقم تاني صغير للضيوف، ده فورمال اكتر، رسمي اكتر، له كذا طبق، له كذا حاجة، في الاطباق الصغيرة بتاعت الزبدة والعيش والكلام ده، لكن ده الاكل اليومي العادي بتاعي. نسيت اجيب عيش. انا ما بحبش احط ميه على السفره، لكن طبعا لما بيبقى فيه عزومه او كده بيبقى فيه ميه وبيبقى فيه عصير. عاده الميه والعصير بيبقوا ناحيه اليمين، لان اغلبنا باليمين، وبتبقى كوبايه الميه الاول وبعد كده الكاس بتاع العصير او البيبسي او المشروب التاني اللي احنا بنشربه. عادة لما بنيجي نسيرف الأكل، لما بنيجي ننزل الأكل، بننزله واحدة واحدة، أو نرتب الأطباق على حسب اللي هيتاكل الأول. لو في شوربة بيبقى في سلطانية شوربة كبيرة، وكل واحد قدامه طبق الشوربة أو سلطانية الشوربة الصغيرة اللي بيحط فيها. وفي مرة تانية هبقى أوريكم إزاي الشوربة بتتاكل، لكن أنا النهاردة عايزة أخدت حاجة مصرية جداً عشان اوريكم ازاي تتاكل، باميه باللحمه ورز بالشعريه. السيت اب بتاع الشوكه والمعلقه والسكينه، السكينه والمعلقه ناحيه اليمين والشوكه ناحيه الشمال، ده الاصلي، ده الاساس. في ناس ما بتحبش تستخدم ايدها الشمال في الاكل، برضو هتكلم على دوا، ولكن هو ده دلوقتي. اي حاجه سايله بتتاكل بالمعلقه، اي حاجة مش سايلة بتتاكل بالشوكة بما فيها الرز.
تعالوا الأول ناكل الرز قبل ما أحط عليه أي خضار. بس قبل ما نبتدي ناكل الفوطة، نعمل إيه في الفوطة؟ طبعا بتشوفوا في الأفلام لما الممثل، وعادة بيكون فؤاد المهندس أو ممثل كوميدي، ويروح واخد الفوطة ويروح حاططها عند رقبته هنا، ودي كان ستايل قديم جدا جدا، ودلوقتي بقى بيتندروا عليه وبيضحكوا عليه. ما ينفعش تحط الفوطة هنا، هو زي البافيتا بتاعت الأطفال اللي بيوقعوا عليها، لأن المفروض إن إحنا ناس كبار نقدر نتحكم في الأكل بتاعنا، فما نوقعش على صدرنا. نعمل إيه بقى؟ الفوطة بتتقسم كده بالنص وتتحط على رجلينا، او لو في مسافة اكبر ممكن نفردها كلها. بس الامثل ان احنا نتعود ونعلم نفسنا ان احنا ما نوقعش اصلا اي حاجة على نفسنا، وده هقول لكم على حاجات ازاي نعملها. طيب الرز من الحاجات اللي هي مزعجة جدا جدا، واحسن حاجة ان احنا ناخد المعلقة ونغرف الرز. هوب، ازاي بقى ناكله؟ بالشوكة والسكينة. السكينة مش عشان نقطع الأكل بس، السكينة عشان نسند الأكل كمان. فأنا هاخد الشوكة بتاعتي في اليمين وهاخد السكينة في الشمال، وهستخدم الشوكة في أن أنا أبوش الرز شوية، أدوس على الرز شوية، أخليه يلزق في بعضه شوية، والسكينة بتاعتي وأغرف الرز واسنده بالسكينة، وما اخدش كتير، اخد شوية صغيرين واكل تاني، وشوية صغيرين واكل تاني. مش لازم وما يصحش ان احنا نملى بقنا قوي. ليه بقى؟ لان احنا مفروض ان احنا بنتكلم مع اللي حوالينا. لما يبقى بقنا مليان قوي مش هعرف اقول الكلمات البسيطة اللي مفروض اقولها. الحاجة تانية، المنظر بيبقى وحش قوي، راجل او ست بيبقى حاجة مقرفة. انزل السكينة وهاكل الرز، ما افتحش بقي من بعيد، لا استنى لما الشوكة تقرب من بقي وافتح، مش منتظرة بقى. احنا مش اطفال صغيرين، افتح بقك، احنا ناس ديسنت كبار. واقفل بقي وانا باكل. في ناس فاكرة ان دي نوع من الارنانة والتكبر، لا ده نوع من الادب من الاخلاق، عشان ما طلعش اصوات مش حلوة. الاستثناء الوحيد للقاعدة دي لو انت في زيارة لليابان، اليابان بس اللي لما تاكل وتعمل اصوات يبقوا حاسين ان الاكل اللي انت بتاكله حلو، فايه يبقوا مبسوطين. الحاجة التانية، ما حطش ايديا كده على السفرة، ده انت كأنك عامل سور كده بين الناس، ده مش حاجة ظريفة خالص. اقصى حاجة ان انا اسند الرست هنا بس كده، بس مش كوعي على السفرة. ما اكل تاني، هاخد شوية وزق، وعشان مفيش حاجة تقع وانا بنقلها نتأكد ان مفيش حاجة كده مدلدلة من هنا ولا مدلدلة من هنا. اللي حصل دلوقتي ده مش حلو، لما السكينة بتاعتي خبطت في الاكل. اوحش حاجة ان احنا ناكل باصوات خبط، عشان كده نبقى حركاتنا فيها كياسة، فيها هدوء، مش نازلين خبط ورقع في الحاجات. طيب دلوقتي بقى عايزة اكل البامية، خليني اخد حتة لحمة ووريكم هاكلها ازاي. اللحمة اوريدي هي متقطعة صغير، بس انا عشان اوري تاني السكينة كمان للسند، باخد الحتة اهي وبغرسها وبقطع وباكلها.
طيب انا عايزة اخد لحمة مع الرز، ممكن اعمل ايه؟ هاخد حتة اللحمة واحط عليها شوية رز، وبالسكينة هظبطها بحيث ان مفيش حاجة تقع، وهاكل. طيب عايزة اخد السكينة بتاعتي، لو اتوسخت قوي ما احطهاش تاني تحت، لان كده هوسخ المات اللي هي محطوطة عليها، احطها على طرف الطبق بحيث انها ما توسخش الحاجات اللي تحتها. احنا مش جايين نوسخ للناس بيتها، واحنا كمان مش عايزين نوسخ بيتنا. طيب عايزة اجيب بقى بامية واحط بالمعلقة اللي هي بيتاكل بيها كل حاجة سايلة، نفس الحكاية الشوكة بتاعتي هحط بالمعلقة، ولما نيجي نحط خضار على الرز ما نلخبطش كل الرز، نحط بس على الطرف الحتة اللي انا هاكلها، ولو خلصت احط تاني. احط المعلقة فين؟ في حاجتين، مادام ده طبقي محدش تاني هياكل فيه، ممكن اسيبها في الطبق او احطها على طرف الطبق الكبير اللي هاكل بيه. طيب انا خلاص انا عايزة اكل بارتياح، بالشوكة في اليمين والسكينة في الشمال تسند بس. انا بديكم كارت بلانش ان انتوا تعملوا كده. في الغرب الشخص الاشول، الشخص الاعسر اللي بياكل بالشمال بيعمل الحكاية دي، بيقلب القلبة دي عادي، احنا كمان ممكن نقلب مفيش مشكلة. ادي البامية، ادي الرز، مش هفتح بقي لسه شوية. واخد شوية صغيرين، ولما اخلصهم اخد تاني واخد تاني واخد تاني. بدل ما اخد 10 معالق اخد 20، مفيش مشكلة. في نفس الوقت برضو بحافظ على مشاعر الناس اللي حواليا، وبيبقى شكلي ديسنت وراقي وانا باكل. انا نسيت اجيب عيش، خلوني اجيب عيش واوريكم ازاي هاكل البامية بالعيش. جبت العيش. العيش عادة بيبقى له طبق ومحطوط فيه، ولما ناكل لما نسيرف العيش على السفرة ما ينفعش نحط رغيفة العيش كده، نقصها ونقسمها 4 ارباع او اقصى حاجة بالنص، لكن ما ينفعش العيش يبقى كده. فانا اخدت ادي قطعة العيش بتاعتي، مفروض ان يكون في طبق للعيش، بس انا مش هقوم تاني عشان اجيبه. لما اجي اكل في ان انت بتاخد وتغمس، لكن الالطف ان احنا نقطع حتة عيش وناخد بالمعلقة شوية من البامية، وعشان ما نوقعش على نفسنا نستخدم الطرف ان انا انضف المعلقة شوية واخد اللقمة تاني. باخد لقمة صغيرة، لو كبيرة بقسمها واحط طرفها هنا، واخد شوية بامية، اكل اللقمة وعليها البامية. طيب لو عايز تغمس، على فكرة ممكن تغمس، اهم حاجة انك ما توسخش صوابعك. هاخد اللقمة وبالمعلقة احط على اللقمة واكل.
المفروض ان انا كنت ارجع. طيب وسخت بقي او طلع من هنا او هنا صلصة او حاجة زي كده، اعمل ازاي؟ بستخدم الفوطة بتاعتي بان انا بمسح بقي بالطرف اللي جوه مش بالطرف اللي بره، ولما امسح ما اعملش كده راجل او ست. انت كل اللي انت محتاجه تضغط والفوطة هتمص اي بقايا موجودة ونرجعها تاني. وليه عملت في اللي جوه؟ عشان ما وسخش هدومي. ما هو انا لو عملت في الحتة اللي بره سواء الناحية دي او الناحية دي ممكن يجي على هدومي او يجي على بنطلوني اللي انا لابساه. فلما نخليها كده واخد الطرف واعمل جوه، خلاص الحتة اللي اتوسخت مستخبية مش هتعمل حاجة. اخر حاجة هقولها لكم اعادة تاني. الحركة اللي انا عملتها دي انا الاكل اهو زنق في حتة، ما ينفعش اقعد من الناس واعمل كده. نعمل ايه؟ داري بقنا، نمسك الفوطة داري بقنا، خلاص. نفس الحكاية لو في خلة سنان على السفرة او طلبنا من الشخص اللي عزمنا خلة سنان عشان ننظف سناننا، ما ينفعش واقعد اعمل كده وانا اخور بقى واجيب من هنا ومن هنا، منظر مؤذي جدا جدا ومش لطيف. تخيلوا نفسكم انتوا لو انتوا قاعدين اعملوها كده وصوروا نفسكم وشوفوا هيبقى منظركم ايه. الاحسن ان احنا نعمل ايه؟ نستخدم الفوطة بتاعتنا وبخلة السنان اعمل. الاسلم بقى والاحسن ان انا اخد خلة السنان واروح الحمام واعمل الموضوع ده في الحمام. هاكل تاني وهاكل عادي بالشوكة بتاعتي في اليمين والسكينة في الشمال لان انا بسند بالسكينة. ادي الرز ادي البامية الاتنين مع بعض، بضغط الرز شوية مبحطش كتير وباكل. لو لسبب ما سبت السفرة او سبت الترابيزة في المطعم ورحت الحمام او رحت اعمل اي حاجة، لو مش عايزاه ياخد الطبق انا لسه ما خلصتش اكل بحط الشوكة والسكينة كراس، يعني ما تاخدهوش. لكن لو خلصت بحطهم على الجنب، يعني خلاص شيل. ودي متعارف عليها في كل المطاعم تقريبا، والناس عارفة الحكاية دي. ارجو ان درس النهاردة يكون لطيف، وقولولي لو في اكل معين عايزين تتعلموا ازاي تاكلوه بالشوكة والسكينة قولولي، وانا هحاول ان انا اعمله واطبخه واكله معاكم. واستمتعوا بحياتكم وما تقللوش من المهارات الصغيرة دي لانها بتفرق قوي قوي قوي، وبتبين البني ادم الحريص على الناس اللي حواليه والبني ادم اللي ما عندوش احساس بالناس اللي حواليه. واوعوا تفتكروا ان الاكل بطريقة راقية ده ينفع لاكل معين بس او نوعية معينة من الطبخات. اي اكل ممكن ناكله بالشوكة والسكينة وممكن كل يوم. لو الفيديو عجبكم اتفرجوا عليه، فرجوه لاصحابكم، ولو عندكم اولاد فرجوه لاولادكم، خلوهم يتعلموا المهارات دي من سن صغير. نعمل ايه في الفوطة؟ نطبقها. انا بشوف ناس بتكلكعها وتروح رميها في الطبق، خصوصا لو احنا في مطعم. الناس اللي في المطاعم اللي بيخدموا علينا دول بيقدموا لنا خدمة، مش خدامين ولا عبيد عندنا، فما ينفعش ان احنا نعمل كده. الحاجة التانية، الفوط دي بتتغسل تاني، ليه تبقعها لهم؟ ليه تبوظها؟
احسن حاجة ان احنا نطبقها ونحطها هنا تاني على جنب عشان ياخدوها يودوها للغسيل. اشوفكم في درس تاني من دروس الاتيكيت.